السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم دورة جديدة من لغة بايثون. الدرس هذا هو 65. خلينا نبدأ ويا الدوال. طبعا بعدنا بالدوال functions، نعرف دالة جديدة اللي اسمها علي. طبعا علي نسبة لشيخ المبرمجين أقدر أقول، وقدوتنا وقدوة كل المبرمجين سواء برمجة أو بالحاسبة، علي عبد الغني. علي عبد الغني فخر للعراقيين. علي عبد الغني هاي مو دعاية بس ذكرته. فعلي عبد الغني هو فخر العراقيين. هذا الشخص عمره 20 21، بس شنو، خبير بالسيوب، خبير كثير من اللغات، طبعا بالبايثون أيضا خبير، يعرف كثير لغات، أغلب اللغات هو كلها يعرفها عدا الفيجوال، لانه انا من جماعه انه احنا نكره جماعه مايكروسوفت او مايكروزيفت. فعلي عبد الغني من الناس اللي فعلا كان لي الفخر انه تعرفت عليه، وهو صديقي جدا جدا. فنسبه لاسمه انه انا سميت هذا الفانكشن، ولو هو مو فانكشن، هو عباره عن داتا ستراكشر، هو عباره عن everything علي عبد الغني. فأتمنى أنه أنتم أيضا تتعرفون عليه، لأنه تستفادون من عنده كثير 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 مثل ما أنا استفادت من عنده. لذلك أنا أسمي دائما شيخ المبرمجين وقدوتنا. نرجع لموضوعنا، أعذروني عن الإطالة. فراح نعرف function اسمه div علي، وهذا function علي راح يحتوي على قيمتين، خلينا نقول arg parameterين أو two arguments، ويحتوي على result. هذا result اني راح اقول له result انت القيمة مالتك شو تكون، تكون عبارة عن لستة فارغة. من اقول له enter، اجي اقول له result نقطة append، ضيف له شنو، ضيف له القيمة args، انتر، وراء اجي اقول له print المن، عفوا print المن للمتغير اللي هو result، انتر. هسه من اجي اصيحه، من اجي اقول علي كفانكشن، واجي اخلي بيه شنو، اخلي بيه حرف واحد مثلا، خلينا نقول a، لكن هذا ال a بما انه نص لازم يكون بالتنصيص، اقول له انتر. لاحظ سوالي لستة بداخلها حرف a. لو اجي اقول مرت الاخ علي واخلي بين القوسين مال الداله، داله علي، اجي اخلي بيناتهم بي، راح الاحظ انه سوالي لستة بداخلها اي وبي مع بعض. لو اجي اقول لمرت الاخ علي لكن هاي الداخله راح اخلي سي، راح الاحظ سوالي لستة اكبر تتضمن من عندها اي بي سي. اذا اقدر اني اسوي داله هاي الدالة تسوي لي لستة فارغة، لكن هاي اللستة الفارغة أنا أقدر أترسها براحتي عن طريق الدالة أخرى اسمها الأبند ضمنية. فزين إذا أنا حبيت إنه هاي الدالة أسوي بها التخصيص، يعني شلون، يعني أحب إنه أنا الدالة علي شو أسوي له، إنه يسوي لستة بس هاي اللستة ما تضيف إلى اللستة القديمة. أي بمعنى من أجي أقول له، خلي نجرب هذا المثال. إذا أنا جيت شلت الريزالت منه وبقيت بس الارج، إذا بقيت بس الارج وراها جيت شو سويت هنا، أجي أقول له هنا انتر وأجي فوق، طبعا هنا أقول له ريزالت، الريزالت يساوي أوكي. بالحالة أنا جيت سويت خليت لك قيمة واحدة، يعني هسه عرفت دالة علي بداخلها متغير واحد، باراميتر واحد اللي هو الارج. بعد ذلك جيت سويت بداخل الدالة سويت قائمة الريزلت وهي قائمة فارغة. بعد ذلك جيت بالسطر الآخر جيت كتبت result dot append، ضف له شنو، ضف له أي قيمة أنا من راح أصيح الدالة، أكيد حنطي رقم أكتب كتابة، فأنت ضيفها للليستة الفارغة. بعد ذلك أطبع لنا الليستة، الطبع هي عبارة عن return نفس الحالة.
لذلك بدأ يستخدم الريتيرن بها. فمن أجي أقول علي، عفوا هذا صار كابيتال، من أجي أقول لعلي وبين قوسين أجي أكتب النص A، أقول له Enter راح يطلع لي A. لو أجي أعيد علي داخلها أخلي B، ألاحظ أنه الA ما بقى، أي بمعنى أنه ما دي يوسع لي الليست، وإنما شنو دي يغير الليست حسب الطريقة اللي أنا أريدها. أي بمعنى أنه الفانكشن أنا فقط مجرد شلت من عند التو arguments البارامترات الاثنين اللي أنا ضفتها، خليتها بارامتر واحد وخليت البارامتر الثاني اللي شلته من ضمن الدالة. بل حال استفادت أنه شنو؟ استفادت أنه القائمة مالتي أقدر أغيرها براحتي، أي بمعنى أنه أنا أقدر أسوي لي القائمة مختلفة عن القائمة السابقة بدون إضافة شنو؟ إضافة القائمة القديمة ومع القائمة الجديدة، يعني يختلف عن المثال السابق. فلهنا ننتهي بهذا الدرس، وإن شاء الله نلتقي درس قادم. مع السلامة.